هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند امرأة نصرانية؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، يجوز أن تعالج المرأة المسلمة عند امرأة نصرانية، بشرط أن تكون هذه النصرانية موثوقا بها نأمن من غشها وخداعها، وإذا تيسر أن تكون الطبيبة مسلمة فهو أفضل وأحسن، لقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم.